هروح لزميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي واللي كان متواجد في استاد مختار التتش صباح اليوم بيتابع تدريبات الفريق في اطار الاستعداد لمباراه الترسانه المقبله في دور 16 من بطوله كاس مصر. يا فاروق اهلا بيك. اهلا بك امير، وكل التحيه ليك وكل التحيه لكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. اهلا بك يا فاروق، طمنا على كواليس المران النهارده وكيف يستعد النادي الاهلي للمباراه المقبله امام الترسانة. خليني في البدايه اقول لك يا امير، النهارده التدريب كان في تمام الساعه 11 صباحا. يعني خلاص الفريق قفل صفحه الدوري مؤقتا وصفحه لقاء طنطا الاخير. عندنا بطوله كاس مصر ومواجهه امام فريق الترسانه في دور 16، بطوله غايبه عن النادي الاهلي بقى لها 3 سنين، لكن تقدر تقول في تركيز هذا الموسم والفتره دي بالتحديد من احراز الكاس. القناه تاخد الدوري والكاس والثنائيه. من النقاط المهمه برضو امير قبل ما نتكلم على كواليس وتفاصيل المران، يقوم به الكابتن سيد عبد الحفيظ في حاله الفصل اللي عند اللاعبين ما بين الاخبار تتردد سواء رحيل مستر ريني فايلر، كل الامور دي خالص انت عارف خبرات لعيبه النادي الاهلي، خبرات الجهاز الاداري في النادي الاهلي، المواقف اللي زي دي امير بتبين يعني ايه النادي الاهلي. اللعيبه ما بتشغلش دماغها خالص، كل لعيب بيجي بيأدي دوره في الملعب، ريني فايلر موجود بيأدي دوره في الملعب، كل فرد داخل الجهاز الفني كلاعب او كمدرب او كجهاز اداري كله عارف حدوده وكل عارف اختصاصاته. دي من النقاط المهمه جدا اللي لفتت النظر. طلق المره يا امير كان في محاضره فيديو لمستر ريني فايلر للوقوف على بعض الايجابيات والسلبيات اللي كانت موجوده في لقاء الامس امام طنطا، وايضا فتح ملف يعني لقاءات فريق الترسانه في الفتره الاخيره، اتفرج على بعض المباريات لفريق الترسانه. عارف ان فريق الترسانه برضو واحد من الفرق والاسماء الكبيره طبعا يعني طبعا موجوده في الممتاز به، لكن دايما بتبقى مباراه لها طابع خاص ومميز. ان شاء الله فريق النادي الاهلي يعني يكون التوفيق معاه في هذا اللقاء ويفوز في هذا اللقاء. اطمنك برضو ان احنا يعني قبل الانطلاق المران اتكلمت مع الدكتور خالد محمود على اصابه رامي ربيعه ورامي يعني اعتذر سريعا عن النادي الاهلي عقد بانتهاء المباراه. كان رامي ربيعه عمل اشعه رنين، يعني النادي الاهلي ما انتظرش اشعه رنين لتحديد مده الاصابه، يعني في بعد اشعه الرنين امير يعني اتضح ان العمليه مزت، لكن في بعض نسبه 10 مللي ها بالظبط يا امير. لكن انا عايز اقول لك ان كمان في نقطه مهمه جدا يعني على الاخبار، ان في برضه الدكتور خالد محمود صرح لنا قال لنا بعد 48 ساعه انا هعمل اشعه ثانيه وهعمل بعض الفحوصات عشان احدد النسبه النهائيه اللي بفتره غياب رامي ربيعه. تمام، يعني دي اشعه هتتعمل بعد 48 ساعه. ايضا برضه من النقاط برضه احنا بنتكلم على اللعيبه المصابين او اللي هتعود من اصابه النهارده. محمد محمود يعني عايز اسالك عن محمد محمود في الحقيقه. بالظبط، محمد محمود النهارده امير احنا كنا اتكلمنا من فتره ان محمد محمود بيأدي اجزاء من المران، النهارده محمد محمود ادى التدريب بالكامل وشارك في التقسيمه بالكامل يا فاروق. بالكامل يا امير وظهر وادى التقسيمه الاخيره، شارك في التقسيمه وكان واحد من اللعيبه البارزين جدا ما شاء الله في التقسيمه، ويعني نتمنى له ان شاء الله يعني محمد محمود يعني هنقول التوفيق تخلى عنه شويه، لكن ان شاء الله ان شاء الله باذن الله محمد محمود ان شاء الله باذن الله ان شاء الله نستفيد منها خلال الفتره الجايه. انا يعني كانت حاله من السعاده عند الجميع عند اللاعبين ان محمد محمود النهارده بيأدي. نقطه مهمه ايضا وجود سعد سمير سريع الروح اللي سعد سمير والروح اللي بيعملها مع اللاعبين اكيد وجوده النهارده. المجموعه اللي شاركت بالامس امير ادت الريكفري وعلى العمليات الاستشفائيه، الجانب الاخر بقى وظهور بقى اللاعبين طبعا علي معلول كان حصل على اجازه من الجهاز الفني والجهاز الاداري، وكابتن سيد عبد الحفيظ في نفس السياق اللي انت اتكلمت عليه بدا بيحضر السفر خلال الفتره اللي جايه. تمام، ايضا انا بشكرك يا فاروق، شكرا جزيلا عن كل هذه التفاصيل. وابرز خبر قاله لنا فاروق في الحقيقه هو خبر سعيد جدا، وهو عفوا مشاركة محمد محمود في التدريبات الجماعية بشكل كامل حتى في التقسيمة، وظهر بشكل جيد جدا، فده أعتقد خبر سعيد جدا بالنسبة لكل جماهير النادي الأهلي. وأنا هختم الفقرة دي بهذا الخبر السعيد.